السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولادي بناتي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نصلي ونسلم ونبارك على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بقى هنعمل صينية بطاطس بالسمك، حاجة تحفة. جنبها بقى حبة سلطة ورز صيادية إن شاء الله. يا رب الأكلة تعجبكم وإن شاء الله تحوز على إعجابكم إن شاء الله. عندي هنا كوباية الرز هنركنهم كده على جنب الأول، وهنا في بطاطس متقطعة، هما مش كتير يعني اتنين صغيرين. نبدأ كده إن شاء الله. أنا عندي هنا ليمون، عندي خل، كمون، زيت زيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا ملح، وعندي هنا فلفل حار أخضر، فلفل حلو هريسة برضو حلو، والثوم. عندي هنا انا بشرة طماطمية صغيرة، وعندي سمكتين متنضفين وزي الفل ان شاء الله. وعصر عليهم ليمون بقى كده ومضباهم اخر جمال. هنحط هنا على البشر الطماطم ان شاء الله. ناخد كده بسم الله الرحمن الرحيم. التوم ناخد حتة حلوة كده، ما شاء الله. ناخد حتة من الهريسة الحلوة، حتة حلوة كده ما شاء الله. ومن الحار هناخد معلقة عندي كمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حط برضو كده معلقة حلوة، ومعلقة ملح عشان دي التتبيلة هتبقى على السمك والبطاطس. عليك ملح حلوة كده ما شاء الله. واجي عندي الليمون، وعندي الخل. تتبيلة ولا اروع، روحتها تحفة 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 ما شاء الله. يعني مخلية الواحد كده عايز ياكل السمك ناي ما شاء الله. وعندي فلفل اسود. هنتبل الاول السمك التتبيله الحلوه دي. الله هدوقها كده بملح. تبل بقى حلو كده. زي ما انتوا شايفين كده، وانا عصرة كنت على السمك ان شاء الله. الليمون خليها حلو جميل جدا زي الفل. هنا بقى نجيب الصينية اللي هنحط فيها البطاطس. حبة فلفل اسود كالمعتاد ما شاء الله. نبعك البصلاية زي ما انا معوداكم، بتنزل ميتها بتدي طعم حلو جدا جدا ما شاء الله.
اللهم صل على النبي، الله يرحمك يا امي. ليك على المأوك الجنة يا رب، ليك على المعلمتيه لنا في ميزان حسناتك يا ارحم الراحمين. انت وابويا واخويا واختي يا رب العالمين، ربنا يرحمهم جميعا يا رب، ويلحقنا بهم على خير يا ارحم الراحمين. هنحط البطاطس، وادي التتبيله الحلوه دي، هناخد حبه كده منها. الله الله على الجمال. هنحط السمكتين بتوعنا فوقيها، طبعا احنا حاطين لها توم، هنحط لها حته كمان. بسم الله ما شاء الله، حط حبة زيت زيتون. ونحط السمك فيها. بسم الله ما شاء الله. بقيت التتبيله الحلوه دي فوق السمك كده، خلصنا. هنحطها فوق البوتاجاز لحد ما تاخد يعني 3/4 سوا، بعد كده احطها تحت الشوايه ان شاء الله عشان تاخد لون حلو. ولا محتاجين نقلي ولا نشوي ولا اي حاجه، هتبقى طعمها في منتهى الجمال. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا نشوفكم ان شاء الله لما تطلع الصينيه من الفرن. ودلوقتي حبايبي هنعمل الرز الصياديه اللي كلنا بنعرف نعمله، بس كل واحد بيبقى ليه تكاته بقى. انا طبعا حاطه زيت على النار اللي هو بتاع العادي، الزيت العادي بتاعنا. وهنحط البصلايه، بسم الله الرحمن الرحيم، متقطعة كده 4/4 البصلاية. طبعا انا بحب احط عليها حبة ملح عشان يبقى اللون موحد بتاع البصلة. بسم الله ما شاء الله، حط حبة صغنانين كده عشان متبقاش حتة لون وحتة لون. ما شاء الله، حبايبي الصينية بتاعت السمك قربت تخلص ان شاء الله، يعني تخش في السوا اهي. هنغطيها بورق الفويل. بسم الله الرحمن الرحيم، وندخلها الفرن. بعد كده افتح عليها الشواية، حتة قلبة الدنيا ما شاء الله، حتة جميلة جدا. اللهم صل على النبي. ننقل بقى على ان جي كده عشان دي حاميه شويه. نظبط الحوض بتاعه ما شاء الله. ننزل البصل يا حبايبي،
ما شاء الله دول كوبايتين رز ما شاء الله. في ناس بتفرم ال بتحط بتاع البصله بالميه تجيبها في الخلاط، يعني اللي عندها عيال صغيرين ومش بيحبوا البصل. ما شاء الله الطعم حلو قوي. هنهدي بعد ما يغلي شويه، هنهدي عليه النار ان شاء الله، وفي الاخر خالص نشوف طبختنا كلها على بعضيها. اتمنى ان تعجبكم يا رب. دلوقتي حبايبي نشوف الرز بتاعنا ما شاء الله. اللهم صل على النبي، الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله، لونه تحفه، لونه جميل جدا ما شاء الله. اللهم صل على النبي، بدل له بس حاجه بسيطه وخلاص. ندوق الطعم كده وبقرا. طعم روعة. ايه رأيكم بقى في صينية السمك لما طلعت من الفرن؟ تحفة تحفة، ريحتها بقى روعة. ما شاء الله البطاطس دايبة دوق، ما شاء الله دايبة دايبة خالص ما شاء الله. شايفين الجمال؟ اللهم صل على النبي. عشان نكمل بقية الغرف ان شاء الله وتشوفوا بقى الشكل النهائي بتاع سفرتنا الجميلة دي. ودي النهارده حبايبي سفرتنا النهارده، الف هنا والف شفا للي شاف واللي هياكل باذن الله. شوف المنظر وجمالها بقى، والطعم خرافه يعني بصراحه. اتمنى ان تجربوها بالطريقه بتاعتي ديت ان شاء الله، واشوفكم في فيديو قادم لو كان في العمر بقيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.